قراص ريح يا شيخ علي يا وحاو صوب بندقي بوغو وقم قعدري حسوس حرية دا صوماليا سيدو وركني مقالة مقدشو نقصو دري ورية هيا عبد الرساق آدم قسلاي يحيى الشيخ علي محمد هو كتر سنة أوركا قرينا دا صوماليا يا صوب بندقي بوغ عصب وقم قعدري بوغ حسوس حرية دا صوماليا بوغ العصب أيو قرين يحيى قصو بندقي أساسياشي حسب قبل مدون كاي اسوائل أو ترى هان قارية إلا يسدح يطمن حملات كوا أو ذلك قارسي حرية إمي كأنه كلنا لنا نوع أبو كات قراصة يحيى أي صحافة أشر رحي وحيابي كل اللي يي إنه وح كغرو تاريخ ذا لن يرضي إسرائيل هرمود كوا ها بو قبل حين برسي أمريكا تاريخ نولد كيس تحت طبعا كاقف أو أن بدمت أو هاللي نين كستا ماشي أو كل شيء iyo halganka qaybta oo ka soo qaatay iyo qaabkii aasaaska ay uga qayb qaateen intii aan heli karo waxaan xoog badan ka aruuriyay dad ka mid aha xisbiga SWL gaar ahaan aasaasayaashi waxaan la kulmay Sayid Maxamed Faarax Hiloole Farnaajo oo asagu ka mid aha aasaasayaasha wuxuuna iga saaciday wax badan oo taariikh nololeedka aasaasayaasha ka mid ah هذا يجب أما يكون هناك من 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 يكون سيد عبد الله عيسى أو أها رئيس وزاره يقول ري يا صومالي لا هذا هاي هذا الكصومالي لا قديسه كنا مذا ها حبناها صار ترى يحس بجا وقتي يحيى يا أصل كاري غير هات أن أرضي الصومالي اللي قتا إسكول ذي جامعة لها كوي على ذلك إن الله برين تاريخ ذا هالجمي يشي صومالي حرية ذا وسو هالجمي وحنا كذا البضي ما دخل وصل رئيس ذلك إن دلانك صومالي لبرو تاريخ ذا هالجمي يشي صومالي si kastaba atay qoraaga ayaa sheegay in buugan uusan ahayn mid la doonayo in la iibiyo isagoo inta ku diray inuu ugu talagalay in ay ka faa'iideystaan guud ahaan shacabka Soomaaliyeed Cabdi Saqaad Qoslay Somali Channel Muqdisho